متواصلين مشاهدينا ومستمعينا الافاضل اينما كنتم. شوطنا الثاني عشر يسير ضمن انطلاقات وتحديات هذا المساء. شوطنا الثاني عشر مخصص لفئه البكار لهذا السن، سن اللقايه لاشواطنا المفتوحه. نبدا ونتعرف واياكم على مجريات شوطنا. من تحتل المركز الاول تتواجد فيهم غيظة، يا من تحتل المركز الأول تحمل الشعار الأدعم لهجن الشحانية، والمضمر هو المضمر هو حوت المضمرين محمد بن خالد العطية، ولكن حصل دخول وحصل تغيير من عوايد المملوكة لهجن الشحانية وتضميرها مع جابر بن سالم بن فاران من يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الثالث، ومن تتواجد على مستوى المركز الثالث الوصول من زوبعة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني مع عبد الهادي بن حمد بن أهليل ومن يقودها مضمرا، بينما تصل على المركز الرابع. تغير هنا اللزوم من تلازم المركز الأول في هذه اللحظات، وهذه إذا عدتنا للمركز الرابع غيرت اللزوم من المركز الرابع إلى المركز الأول لهجن الشحانية ويقودها في التضمير جابر بن فاران. المركز الخامس، ومن تتواجد الخامس هذه هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي. يا مرحبا يا هوايل، يبدو لي هذه صاحبة الرمز. نعم هذه صاحبة الشلفة في مهرجان المؤسس. نعم شلف العمانيات لأشواطنا المفتوحة. ويا مرحبا يا هوايل تصل وتحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي من يقود هوايل في التضمير. هذا هو ندانا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المقدمة والصدارة. هناك اللزوم تحتل المركز الأول وتلتزم بهذا المسار بالقيادة المميزة اللزوم لهجن الشحانية، وجابر بن سالم بن فران يقود اللزوم في التضمير. يا مرحبا يا هوايل الشلفة تصل هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. هذه هوايل، يعني هذه المطية السبوق هنا دائما يحبونها الجمهور، وأيضا الطير الفاعل والرجل الشجاع، يعني يا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هوايل وأيضا محبينها كثير وعشاقها كثير أيها الإخوة. الله يا هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني صاحبة الشلفة في العمانيات في مهرجان المؤسس. تتقدم هذه الأسماء بقيادة سعيد بن راشد الزعبي، أحد الشباب البارزين، أحد الشباب المميزين في هذا المجال. ولكن الخطورة يا الزعبي، الخطورة هنا من مقيضة هنا لهجن الشحانية بالشعار الأدعم الكبير. هذه مقيضة مع حوت المضمرين محمد بن خالد العطية. يا سلام، ناخذ المركز الثالث، ومن تتواجد فيه وعد لهجن الشحانية بالشعار الأدعم الذي لديه جماهير كثيرة وقفيرة في دول الخليج، سالم بن جابر بن فران الذهبي يقودها في التضمير. يقود وعد في تضمينها بينما تصل على المركز الرابع عوايد لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس تتواجد هنا نبضة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. هذا هو ندال الثاني. نعود إلى عوايد الشلفة، إلى هوايل الشلفة. الله يا
هوايل، الله يا هوايل، الله يا هوايل، بسم الله عليش يا هوايل، بسم الله عليش يا هوايل، الله الله الله، هذه هوايل لائحة ال 1200 متر الأخيرة، هوايل تقدم أداها الجميل، تقدم عرضها المميز. قبل أيام قليلة، قبل أسبوع فقط، هي حاصلة على الشلفة، على شلف المؤسس. نعم نعم أيها الإخوة، نعم نعم، حاملة لقب العمانيات في مهرجان المؤسس في الأشواط المفتوحة. الله يا شعار الغرافة، الله 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 يا هوايل، الله يا هوايل، بسم الله عليش، بسم الله عليش، بسم الله عليش. هذه هوايل تحتل المركز الأول، تقود المسار، تقود الجمهور، تقود المحبين. هذه هوايل بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، تحتل الصدارة، يقودها في التضمير سعيد بن راشد الزعبي، بينما ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن حسن، محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، من يقودها في التضمير؟ يا سلام، سعيد الزعبي يقودها في التضمير. تحركت هوايل، تحركت هوايل، تنطلقت هوايل. الله، بزينك عليها يا الزعبي، شوي شوي على هوايل، نبيها في الأيام الكبيرة، نبيها في المهرجانات القادمة بإذن الله تعالى. الله، بسم الله عليش يا هوايل، سلامنا وتحياتنا من هذا المكان ومن هذا الموقع. أيها الإخوة، نزف التهنية للداعم الأول سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، الداعم الأول، وأيضا أيضا المتابع دائما لميدان الشحانية وانطلاقاته. بسم الله عليش يا هوايل، هذه لحظة وصول هوايل إلى خط النهاية. تهانينا لملك سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، أو محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، المركز الثاني. تصل على المركز الثاني مشاهدين الكرام، مغيضة لهجن الشحانية المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث عوايد لهجن الشحانية المركز الرابع، تصل على المركز الرابع وعد لهجن الشحانية والمركز الخامس، وصلت فيه زوبعة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني. إذن مشاهدين ومستمعين الكرام، هذه هوايل قدمت عرضها المميز، أوامر طفيفة للغاية. إذن نهني مالكها مرة أخرى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، ولحظة وصول هوايل إلى خط نهاية قاطعة المسافة في زمن الغدرة 7:34 جزءا واحدا من الثانية. تضيف هذه النقطة في هذا المحلي السابع لسجلها الحافل، ومن ضمن سجلاتها قبل أيام قليلة هي الشلفة الذهبية. أيضا التهنية موصولة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، الدعم لهذا الشعار، كما نهني مضمرها سعيد بن راشد الزعبي. المركز الثاني يصل شعار هجن الشحانية 7:34 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز مغيضة. التهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث 7:39 ثمانية أجزاء من الثانية. هذه هي لحظة وصول وعد. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية الكبيرة. التهنئة